السلام عليكم. لا يا طارق، لا يا شيخ. عليكم السلام. والله بالغلط. دقيقة، خلنا بالغلط. أنا غبت عنك فترة، مشيت مع سعود. إيش صار فيك؟ بغض النظر عن اللي قاعد أشوفه الحين، وش اللي كنت مشغله صدق؟ مو بحق السي دي، ترى هو موجود في سي السيارة. دي؟ آه يا سي دي، من وين جبت ذا الكلمة؟ يرحم والديك، تكفى. قاعد أكلم 2007. والله مو بحق السي دي، والله حق سعود. لا شوف تقول اسمع، سي دي، لا تقول سي دي، ارتكبت نفس الجرم مرتين. انا اسمع هذه الاغاني والله ما اسمع من جد كمل السي دي. كمل بالله، كمل اشوف. مو بحقي، والله مو بحقي، ما اقدر اعطيك اياه عاد، والله ما اقدر. لا تقول لي انسخ، ما اقدر والله انسخ لك اياه. اروح التسجيلات انسخ لك اياه. ادري وش اقول لك، صدمتني صدمه. يعني انا عن نفسي ما توقعت اصلا. يعني شوف الاسبوع ذا ما ادري ايش قاعد يصير. حليمه هربت وانت صرت كذا، ايش فيه؟ هذا بس حق اليوم. هو قال البوليفارد، اللي يدخلون البوليفارد اليوم متنكرين دخول مجاني، فلبست كأني سعود.